خلينا نبدأ بالحدث اللي هيفضل يعني تيمة موضوعاتنا أعتقد لحد ما يبدأ إن شاء الله. بتتكلم على شهر نوفمبر، بتتكلم على مؤتمر المناخ كوب 27. طبعا احنا بنستعد لاستقبال هذا الحدث العالمي اللي ان شاء الله زي ما قلنا في مصر في شهر نوفمبر المقبل هتستضيفه مدينة شرم الشيخ. مؤتمر المناخ او اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 ده موضوع مهم جدا. مصر طبعا بتفتح دراعها للعالم كله، بتقول لهم احنا اهلا بيكم، احنا بنستعد ومستعدين لاستقبال العالم كله في المدينة الساحرة شرم الشيخ. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان حريص انه يزور مدينة شرم الشيخ اللي اصبحت دلوقتي من المدن الخضراء، او خلينا نقول تعبير اخر غير المدن الخضراء، المدن الصديقة للبيئة. دكتور مصطفى مدبولي في زيارته لمدينة شرم الشيخ وقف على آخر الاستعدادات لاستقبال قمة المناخ اللي هيحضرها قادة وزعماء دول العالم، أيضا هيكون في باحثين ومهتمين بالمناخ. على هامش الجولة قام بها رئيس الوزراء امبارح اللي في شرم الشيخ أكد أن مؤتمر المناخ هيكون وجهة سياحية لمصر، أيضا هي فرصة لإظهار جانب كبير من المشروعات التنموية اللي بتقام على أرض بلدنا، ده بالإضافة لتأكيده خلال اجتماعه مع المستثمرين السياحيين في شرم الشيخ على أن مصر لديها قدرات هائلة في قطاع السياحة، والدولة بتقوم بكل ما لديها لمضاعفة إيرادات هذا القطاع. عايزين نوصل ل 30 مليار دولار كعائد من السياحة في الفترة الجاية إن شاء الله، والفترة الجاية هي موسم سياحة. أيضا أعلن رئيس الوزراء أنه من ضمن الاستعدادات لاستضافة اتفاقية المناخ أنه بيتم عمل تطوير نوعي شامل على مختلف الأصعدة بمدينة شرم الشيخ، من ضمنها أنه هيتواجد في شرم الشيخ 717 تاكسي في نظام، هذا التاكسي هيكون في نظام التتبع، نظام التتبع يعني الجي بي اس. كل تاكسي هيكون في كاميرا داخلية عشان التأكد من ان كل سايح موجود في اي تاكسي من التاكسيات دول هيكون عنده اقصى درجات الامن والامان. ده هيكون ضمن منظومة اسمها كارت السائح الذكي. ايضا من ضمن الاستعدادات للحدث المناخي الضخم هيتم اقامة 18 محطة شحن كهرباء للسيارات الملاكي، والسيارات اللي هتكون متاحة بالمؤتمر جميعها سيارات بالكهرباء، يعني كل السيارات اللي هتبقى موجودة سيارات بالكهرباء في محطات شحن أيضا. ده إضافة ل 260 أوتوبيس جديد كلهم بيشتغلوا بالغاز والكهرباء، طبعا ده وفق المعايير البيئية في السير والحركة. عارفة الحلو في المؤتمر ده رشا ان هو حفز الدولة، يعني هي كده كده الدولة ماشية في فكرة ان هي تخضر محافظاتها، بس هو عمل تحفيز في يعني وتيرة المشروعات الخاصة، التطبيق العملي. خلينا نقول احنا بنطبق عملي بقى. سرعتها الصراحة بشكل يعني ملحوظ جدا، والدولة المصرية بتبذل دايما جهود كبيرة، وخاصة هنا بنتكلم عن المؤتمر استعدادات يعني خاصة لاستضافة هذا الحدث العالمي الضخم، واللي بيأكد دور مصر القوي في تحمل جانب كبير من مسؤولية عالمية، وهي مشاركة دول العالم في التباحث بشكل مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والحد من تبعياتها ونتائجها الضارة على كوكب الأرض، وإحنا عايشين تداعياتها للأسف. عايز أقول لحضراتكم أنه تم إنشاء عدد من البرجولات وأماكن للفرق المصرية اللي هتؤدي فقرات استعراضية وموسيقية، ده بنتكلم عن الجانب السياحي، وكمان أماكن للدراجات، وده هيكون على مساحة 6 كيلو متر بمنطقة خليج نعمة الشهيرة. طبعا كمان رئيس الوزراء كان حريص خلال جولته اللي قام بيها امبارح بشرم الشيخ أنه يتفقد مركز المؤتمرات الرئيسي اللي هيعقد في مؤتمر تغير المناخ، ومشروع الحديقة المركزية لقيمة على مساحة 110 ألف متر مربع، تم زراعة مساحة ما يقرب من 18 فدان بواقع 500 نخلة و5500 شجرة، واللي بتساهم في أكيد امتصاص ما يقرب من 1170 طن سنويا من الكربون. وكمان رئيس الوزراء زار مقر مجلس المدينة الجديد. كمان تم الإعلان عن توافر كافة الخدمات
المتواجدة بالمطار منذ نزول الطائرة وحتى خروج السائح من المطار. طبعا كل الاستعدادات دي تم تنفيذها بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي وجه بعمل تطوير شامل لمدينة شرم الشيخ علشان تكون مدينة خضراء كما ينبغي، مع ضرورة رفع كفاءة مطار شرم الشيخ اللي أصبح قادر على استقبال يعني في الفترة الحالية يقدر يستوعب 10 مليون سائح طوال العام. كل التوفيق لكل الأيادي اللي ساهمت في هذا الجهد الجبار وهذا التطور وهذا الرقي الحضاري اللي هيساهم في نقلة حضارية كبيرة تليق ببلدنا أمام العالم كله إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني تحس ان انت عايز تركب الطيارة وتروح بكرة لشرم الشيخ، يعني ده حقيقي. يعني إن شاء الله إن شاء الله هيبقى مؤتمر العالم كله هيتكلم عنه، وإن شاء الله مصر هتطلع في أبهى صورة بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله.